سعدة غامرة عبر عنها عدد من العمانيين المقيمين بالقاهرة بحلول العيد الوطني السادس والأربعين المجيد. يقول المستشار بجامعة الدول العربية الدكتور خالد الكثيري إن العيد الوطني من الأيام المجيدة في عمر الدول والشعوب، والسلطنة تحتفل بعيدها وهي تتوج نهضتها ببناء دولة عصرية قائمة على أسس ثابتة. ويوضح سليمان بن إبراهيم البلوشي إنه من جيل النهضة المباركة، ولد في عصر النور ونشأ وترعرع في خيراتها. أما بدرية الزعابية فتؤكد أن السلطنة شهدت في عصر جلالته رعاه الله طفرة عمرانية وسياسية وتعليمية وصحية واقتصادية.